نشرة الأخبار. السادسة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، مجلس الوزراء يتداول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر، بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلات التجارية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من تنامي عمالة القاصرات في القطاع الفلاحي. في العالم، 60 شهيدا في مجازر إسرائيلية جديدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والكيان الصهيوني يدرس رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء. تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني في جملة من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها. المشروع القانون المعروض تضمن عددا من الإصلاحات، أهمها إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 دينار، وتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن. كما تداول المجلس في عدد من مشاريع الأوامر، من بينها مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. يصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل. الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري أعلن في تصريح للإذاعة الوطنية بأن إيداع الترشحات لهذه الانتخابات سيكون مبدئيا أواخر شهر جويلية الجاري وبداية شهر أوت المقبل. دو حاليا اصبح رسمي وانه موعد الانتخابات 6 اكتوبر، 5 اكتوبر باش يكون الصمت الانتخابي، قبل ب 21 يوم يعني الانطلاق نتاع الحمله باش يكون 13 سبتمبر، في بدايه شهر اوت اواخر شهر جويلية باش تنطلق فتره تقديم الترشحات والنزاعات نتاعها، وفي نفس الوقت مجلس الهيئة باش يصادق كذلك على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسيه. 4 و5 و6 بدايه الانتخابات خارج، على خاطر الخارج تجرى على 3 ايام، يوم الصمت الانتخابي 5 اكتوبر، القانون الانتخابي هو بيدو تاع 14 لن يتغير، فقط باش تتم ملائمة شروط جديدة واردة بالدستور اللي هي معروفة وأعلن عليها. في تصريح للأخبار، حذرت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار، حذرت من تنامي عمالة القاصرات في العمل الفلاحي، مشيرة إلى خطر تعرضهن للحوادث ولكل أشكال العنف. آخر حادث جد في ولاية القيروان في معتمدية بوحجلة، وكان سبقه بأيامات تحديدا يوم 26 جوان حادث في السبيخة توفيت على إثره قاصر. الحادث الأخير كشف ظاهرة تشغيل القاصرات في القطاع الفلاحي، واللي قلنا إنه راهي ماهيش ظاهرة جديدة. إذا كان اليوم هذه وزارة المرأة تحركت ورفعت قضية في الاتجار بالأشخاص ضد سائق الشاحنة، لأنه تشغيل القاصرات ماهوش جديد. نذكروا 2019 إنه كانت فما عدد من الضحايا هن زاد قاصرات، انه الحادث الاخير اللي صار في سيدي بوزيد واللي كان تاريخ يوم 5 فيفري زاد كانوا من بين ضحايا قاصرات. الحادث اللي في بوحجلة كان من بين 8 الجرحى اللي اصيبوا في الحادث كانوا 4 منهم قاصرات. نعرفوا ايش معناها تشغيل القاصرات خاصه في العطل، لانه في المناطق الداخليه خاصه في الوسط الريفي الصغار ما عندهمش خيارات كبيره باش يعاونوا انفسهم ويعاونوا عائلاتهم، دونك يضطروا للعمل في القطاع الفلاحي، ومن غادي تنشأ عديد المشاكل وعديد الانتهاكات اللي من بينهم اليوم النقل، واللي هو يغطي برشا انتهاكات أخرى على غرار التمييز على غرار التحرش. طالب المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية بكوناكت بالتمديد في التراخيص الممنوحة لهم والتي تنتهي بحلول 16 أكتوبر القادم. كما طالب المجمع بمراجعة كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية، وخصوصا للشركات المنضوية تحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. رئيس المجمع فتحي شوشان يتحدث.
طالبين التمديد، لان احنا باش نجموا نشتغلوا باريحيه، وحتى اذا فما الاعتماد نجموا نلموا الفلوس باش نجموا نعملوا الاعتماد هذا. وثاني حاجه انه متر ابي ديغاليتي مع الشركات الاخرى اللي يخدموا في نفس الشغل نتاعنا كيف كيف، ولكن كره الشروط نتاعهم صادره على وزاره التجهيز والاسكان وما عندهمش المشكله هذه او الاوبليكاسيون هذه. مع العلم احنا قلنا مستعدين باش نناقشوا مع اداره السلامه انهم لي بوين اللي نجموا نبدلوها في كره الشروط اللي احنا نطبقوا فيها الوقت الحاضر، وهم خذوا براينا ولكن ما عندنا حتى شيء إكري. قالت عضو المكتب التنفيذي ورئيس أكاديمية الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال عائدة باجي قلال لدى تدخلها اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، قالت إن النقل يمثل عائقا كبيرا أمام صاحبات الأعمال للولوج إلى السوق الإفريقية. كل المنتوجات التونسية مطلوبة في السوق الإفريقية، سوق الإفريقية المشتركة للشرق وجنوب إفريقيا والمنطقة القارية للتبادل التجاري. حطوا على ذمة الشركات الكثير من الأدوات الإلكترونية اللي نجموا يستعملوها حتى في القيمات في التعامل باش يخلصوا بعض الصعوبات. نجموا نحكيوا عن النقل على خاطر بجيس النقل باهظ جدا. مثلا كنا في مدغشقر تونسية عايشة غاديكا تجيب العجين وتجيب المالية محل وجيب كثير من المنتجات التونسية. أقول لك أنا النقل باهظ جدا، فما تونسيين باش يمشوا يبيعوا منتوجاتهم غادي على خاطر توا تعرف فما المشكل في البحر الأحمر. النقل البحري ولا باهظ جدا خاطر يعمل الدورة على إفريقيا الكل حتى وسط إفريقيا توا، حتى بالطائرات حتى تاخذ أنبياء مسافرين باهظ جدا. مازالت الحكاية هذه اللي تنجم تكون عائق للتنقل والتبادل البضائع. تربويا، تنطلق غدا دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان الباكالوريا على أن تعلن نتائجها في 9 من جويلية الجاري. وللمشاركة في هذه الدورة يشترط الحصول على معدل 16 فما فوق في الدورة الرئيسية للباكالوريا في كل الشعب باستثناء شعبة الأداب التي يشترط فيها الحصول على معدل 14 فما فوق. مدير التوجيه والإعلام بوزارة التعليم العالي سهام بوراس. دورة المتفوقين تعمير من 5 إلى 7 جويلية. بالنسبة للمعهد العالي للدراسات العلمية والتقنية بتونس، نوع البكالوريا شعبة الرياضيات 120 مقعد. بالنسبة لفرنسا فما 2 مقاعد للأداء. بالنسبة لبكالوريا رياضيات مرحلة تحضيرية رياضيات فيزياء علوم الهندسة 6 منح للذكور و6 منح للإناث. بالنسبة للمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية فيزياء كيمياء 2 مقاعد للذكور و2 مقاعد للإناث. بالنسبة لألمانيا شعبة الرياضيات 4 مقاعد في هانوفر و4 مقاعد في هايدلبرغ. العلوم التجريبية 2 مقاعد في هانوفر ومنحة في هايدلبرغ. بالنسبة للاقتصاد والتصرف منحة في هايدلبرغ. العلوم التقنية 2 منح هانوفر و2 منح هايدلبرغ. بالنسبة للعلوم الإعلامية منحة في هانوفر. 9 جويلية 2024 كان يحبوا عن طريق الاسماس يسجلوا نهار 8 جويلية على الاسماس اللي هم يحبوا النتيجة باش نهار 9 تجيهم، وإلا عبر الموقع www.orientation.tn. بالنسبة للشروط 16 معدل فما فوق بالنسبة لجميع الشعب، والأداب 14 معدل فما فوق. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية بداية من اليوم وإلى غاية 2 من أوت المقبل الدورة 34 للجامعة الصيفية التي تهدف إلى تعليم اللغة العربية للشباب المقيمين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. المدير العام المساعد المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي أتليلي. ديوان التونسي بالخارج يستعد ككل موسم لاستقبال أبناء تونس اللي قرروا قضاء عطلتهم الصيفية في تونس. الأنشطة مختلفة الحقيقة تشمل كل الفئات، ولكن اليوم بالتحديد 4 جويلية انطلاق برنامج موجه للشباب اللي هو الجامعة الصيفية، وهي دروس في اللغة العربية لفائدة الشباب غير المقيمين. برنامج يتواصل إلى غاية 2 أوت، وديوان التونسي بالخارج تعود أنه يتكفل ب 70% من تكلفة الدروس هذه. طبعا أنا نحب نتوجه بالشكر لإدارة معهد بورقيبة للغة الحية اللي النشاط هذا يتم بالتنسيق معه وبالتعاون معه. أصبحنا عندنا تاريخ تعليم اللغة العربية في الموسم العودة الصيفي. بمشاركة قرابة 40 دولة تتواصل بقصر المعارض بالكرم فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. التظاهرة التي تتواصل حتى 5 من جويلية الجاري تهدف إلى خلق ديناميكية سياحية وترويج للطبخ التونسي، وفق المدير التنفيذي للمطاعم السياحية محمد أحواص.
عندنا طموح باش ننتقل من الصيغه الدوليه الى العالميه، وهذا ما يخلينا كان نجم ونخدموا ونحبوا نلفتوا ربما انتباه دول العالم الكل، وان تونس قادره على التنظيم، قادره على المنافسه، قادره على براز الطبخ نتاعها، قادره زاد على صناعه سياحه المعارض كما عندنا سياحه البحر. بالنسبه للدول المشاركه، فما في العمليه الكل اكثر من 40 دوله مشاركه اليوم، من اوزبكستان، لبنان، المغرب، مصر، الاردن، ايطاليا، روسيا، البرازيل، لانجلتير، امريكا، فرنسا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في اليوم 72 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، استشهد وأصيب العشرات في غارات وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من القطاع، بينها أحياء الشجاعية والدرج والتفاح ومخيم الشاطئ، بالإضافة إلى مدينة رفحة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة في غزة استشهاد نحو 60 فلسطينيا وما يزيد على 17 مصابا في يوم واحد. في المقابل قالت كتائب القسام إنها فجرت فتحة نفق في وحدة إسرائيلية وأوقعتها بين قتيل وجريح في مدينة رفحة، كما أوقعت قوة إسرائيلية أخرى في كمين محكم واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية. واعترف جيش الاحتلال بإصابة 17 من جنوده في معارك غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. على الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف الخدمات بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وبمستشفى الكويت الميدانية في منطقة المواصي بالقرب من رفح خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. سياسيا، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي على غزة. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رد حماس والتغييرات التي طرأت على الصفقة كافية للمضي قدما في المحادثات. على الجبهة اللبنانية، صعد حزب الله هجماته على قوات الاحتلال شمال إسرائيل ردا على اغتيال أحد قادته أمس، وأطلق مقاتلو الحزب عشرات الصواريخ والمسيرات مستهدفين أكثر من 100 موقع في الجليل الأعلى والأدنى والغربي والجولان المحتلة ومنطقتي نهاريا وعكا الساحلية. وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل نائب قائد سرية جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، فيما قتل جندي وأصيب آخرون إثر قصف استهدف مركبتهم العسكرية على مشارف الجولان المحتلة. وقال جيش الاحتلال أن طائراته قصفت اليوم منشآت عسكرية تابعة لحزب الله بالقنطرة ورب 30 ودير سيرين وطلوسة والناقورة جنوبي لبنان. نقطة الختام لهذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. مجلس الوزراء يتداول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر، بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجالات التجارية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من تنامي عمالة القاصرات في القطاع الفلاحي. وفي العالم، 60 شهيدا في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة. والكيان الصهيوني يدرس رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. إلى اللقاء.